بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق طنطا تبع محافظه الغربيه يوم 14/3/2022 ومعاكم قناه المواشي اليوم. وتعالوا نشوفوا الجاموس العشر والوالد واللبن في سوق طنطا النهارده. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي. نتعرفوا باسمك. عماد عبد يا باشا من سجيك. عماد عبد من سجيك. حماد العبد. حماد العبد من سجيك تبع طنطا مركز لطور. مركز لطور. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. وراه ذكر ولا انتهي؟ وراه انتهي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. فيها قد ايه لبن؟ ثمانيات اللبن وتسعات. ثمانيات لبن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على الدر والحلبات. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الدر والحلبات زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. وراه انتهي ولا ذكر؟ انتهي. عمر قد ايه دي؟ عمره 4 ايام. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. ثمانيات لبن يا جماعه زي ما انتم شايفين. الدر والحلبات اهم. اللهم صل على النبي. 4 حلبات. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عامله كام يا معلم الله وكيل؟ 33 ونص. كم؟ 38 ونص. 38 ونص. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. عامله 38 ونص. وراه انتهى عمر اسبوع. بسم الله ما شاء الله. وثمانيات لبن. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. نعم. عشرات لبن. الله. عشرات ولا ثمانيه؟ 10. 10 كيلو لبن. هو قال لنا 8 الراجل. 10 ماشي يا حاج. صباحكم ابيض. 10 كيلو. 10 كيلو لبن يا جماعه. وبسم الله ما شاء الله. الله يبارك لكم يا عم الحاج. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. 28000. بسم الله ما شاء الله على الجاموس الطيب. 38 لما اخذي. 38 لما اخذي يا حاج. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. طب ممكن رقم تليفونك يا معلم عشان لو حد عايز حاجه يعني. موجود. موجود الوالد عندكم؟ اه. الله يبارك. 011 44 44 54 54 72 20 72 20. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحكم ابيض ومتشكرين جدا يا رجالي. صباحكم زي العسل ان شاء الله. اللهم صل على النبي على المال. بسم الله ما شاء الله يا جماعه على المال. الله اكبر. حليب يا قشطه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. صور الجاموس. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. ما تعرفوا باسمك قدام المشاهد؟ احمد عزت. احمد عزت قريط. احمد عزت قريط محوش عيسي محافظه البحيره يا جماعه. وعادل قريط. وعادل قريط جماعه قريط احسن ناس والله. حوش عيسى وتجار حوش عيسى. انستو نورت في سوق طنطا النهارده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. فوق يا معلم عادل. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. فيها قد ايه لبن دي يا عم عادل؟ فيها 6 كيلو ان شاء الله. 6 كيلو ان شاء الله. الله يبارك لك. ان شاء الله فيها 6. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر على المال. اتفرج ومل عينيك وبالله عليك تصلي على النبي تقول عليه افضل الصلاه والسلام عشان ربنا يبارك في المال واللي هيشتري المال واصحاب المال واللي هيشتري المال الله يبارك له. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. حليب يا قشطه. حليب يا قشطه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. والدك وراه انت ولا ذكر يا عم عادل؟ وراه ذكر. عمره قد ايه؟ عمره 20 يوم. عمره 20 يوم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله اللي قدامنا ده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ذكر هنا يا جماعه دي انت يا. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. المعلم عادل قريطم والمعلم احمد قريطم الله يبارك لهم تجار المواشي الناس المحترمين. الله اكبر. ذكر عمر 20 يوم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. اللهم صل على النبي على المال. ايه السوق فيه؟ الله اكبر. انت عامله كام الله وكيل يا عم عادل اللي بتعرف فيها دي؟ عامله 37 ونص. 37 ونص. الله اكبر على المال يا جماعه. قد ايه قلت لبن يا عم عادل؟ 7 كيلو 6 كيلو. 6 و7 لبن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لهم. عيد قريطم يا جماعه حوش عيسى محافظه البحيره الله يبارك لهم. منورين ومنسين في سوق طنطا النهارده غربيه. الناس المحترمين الناس المية مية بتوع الغربيه برضو ناس محترمه وناس مقابلتها حلوه وناس مقابلتها جميله الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللم هناك دول تبعكم برضو يا عم عادل؟ اه الجيس كله تبعكم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه.
الجاموس الوالد مع عيد قريتهم الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعة. اللي هنا ده صنايعي معانا؟ لا دي مش معايا، البنك ده تبعي. دولت ده تبع؟ بسم الله ما شاء الله. طب التاني ده يا عم عادل والده برضه؟ والده كله والد. كله والد؟ آه. بسم الله ما شاء الله. طب ما تسمينا الاسعار كده يا عم عادل وانت ماشي، معلش يعني عطلوك دقيقة. 40 و 38 و 39. الله يبارك لك يا عم عادل. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعة، الله أكبر. اللهم صل على النبي. الجاموس الوالد مع عيد قريطة محمد. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، اللهم صل على النبي. 6 جاموسات يا أمت، 7 جاموسات. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعة. الله يبارك لك يا حاج عادل. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. طب ادينا رقم التليفون وانت قاعد كده يا عم عادل على مهلك. ايه يا حبيبي؟ رقم التليفون بس. استنى بس دقيقة. على مهلك. بسم الله ما شاء الله يا جماعة المال، الله أكبر. 010 010 كام؟ 010 28 28 93 مية في الآخر. ها؟ 100 في الآخر. ومية في الآخر، الله يبارك لك يا عم عادل. أي حد يتواصل معاكم تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه واجب. ماشي. صباحك أبد يا عم عادل، ومتشكرين جدا. الله يقويك ويعينك ويصلح حالك. وربنا يرزق الجميع يا جماعة. إحنا في سوق طنطا غربية أهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعة. بسم الله ما شاء الله يا جماعة على المال. النهاردة في سوق طنطا، الله أكبر. صباح الخير يا معلمي. صباح الخير يا أبا. صباح العسل. نتعرفوا باسمك؟ سمير تركي. المعلم سمير تركي منين؟ من كفر تنبيطي مركز شبين الكوم. مركز تنبيطي مركز شبين الكوم، الله يبارك لك يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. كفر تنبيطي مركز شبين الكوم. مركز شبين الكوم غربية ولا منوفية؟ بلد العظماء. شبين الكوم منوفية. منوفية بلد العظماء، الله يبارك لكم. العظماء الله يبارك لك يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. صنعته ايه الجاموس دي؟ ايه صنعته يعني؟ يعني دي صنعته والدة ولا عشر ولا لا؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعة، الله أكبر. خلفه ذكر يعني؟ إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي يا معلم، الله يبارك لك. فيها قد إيه حليب؟ فيها 7 كيلو. 7 كيلو حليب يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الضر والحلبات الله أكبر. الله يبارك لك يا معلمي. عاملة كام الله وكيل؟ عاملة 37. 37 ألف. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طب واللي جنب مين ده يا معلمي؟ خش عليها رخر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعة، الله أكبر. والدة برضه؟ إن شاء الله ابنها قدامها أهو. اللهم صل على النبي. عمره قد إيه ابنها ده يا أخي؟ عمره سبع أيام. فيها قد إيه حليب؟ فيها 6 كيلو. 6 كيلو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر على الجاموس الطيب. الله يبارك لك. عامله كام يا خال الله وكيل؟ عامله 37 و400. 37 و400. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعه، الله اكبر. خش هنا بقى كده. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. خش هنا كده. دبابات سوق طنطا يا جماعه، اللهم صل على النبي. تجار شبين الكوم الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. بقى قد ايه لبن اخلي؟ ان شاء الله 8 كيلو. 8 كيلو لبن يا جماعه، الضر والحلبات يا امك. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعة، الله أكبر. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلمي. ماشي. بسم الله ما شاء الله. عاملة كام الله وكيل؟ 40 650. 40 650. كده ما كذبش، كده اشتغل على العيد. اللهم صل على النبي. حاضر حاضر يا معلاء. اللهم صل على النبي على المال يا جماعة، الله يبارك لك. يعني شغلتك الولد على طول يا معلمي؟ ان شاء الله. الله يبارك لك. طب ممكن رقم تليفونك؟ 010 943 52 634. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض ومتشكرين يا معلمي. شبين الكوم وتجار شبين الكوم الله يبارك لهم. بلد العظماء. بلد العظماء، الناس المحترمين. صباحك ابيض يا معلم سمير ان شاء الله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اي تجار يا جماعة عندها عروض باسعار بما يرضي الله تتواصل معنا، رقمنا قدام منكم على الشاشة. والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانسبوكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.